تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذ الفاضل حسني البلاونة، التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. أيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم ونستقبل آراءكم ملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ فقرة التغذية بناخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء بأن الكمامات أكثر أهمية من البقاء في المنزل والتباعد الجسدي. تشير دراسة جديدة إلى أن فرض استخدام الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق اعتبرت بؤرا للجائحة ربما حال دون إصابة عشرات الآلاف بالعدوى. واعتبر أيضا الباحثين في الدراسة التي نشرت في دورية BNMC الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية أن استخدام الكمامة أهم من قواعد التباعد الجسدي والبقاء في المنزل. وخلصت أيضا الدراسة إلى أن منحنى انتشار العدوى تغير جذريا عندما فرضت قواعد استخدام الكمامات في 6 أكتوبر نيسان الماضي في شمال إيطاليا، وفي 17 إبريل نيسان الماضي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في وقت كانت فيه المنطقتان من أكثر الأماكن تضررا من الجائحة. ورأى أيضا الباحثون أن هذا الإجراء الوقائي وحده قلل عدد الإصابات بشدة، وذلك بأكثر من 78 ألف في إيطاليا في الفترة من 6 إبريل وحتى 9 مايو، وبأكثر من 66 ألف في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بين 17 إبريل إلى 9 مايو أيضا. وأضافوا أنه عند سريان القواعد التي تلزم باستخدام الكمامة في نيويورك انخفض معدل الإصابات الجديدة اليوم بحوالي 3%، بينما استمر عدد حالات الإصابة الجديدة في باقي البلاد. وأشار أيضا الباحثون إلى أن الاحتياطات الأخرى المتعلقة بتجنب المخالطة المباشرة مثل التباعد الجسدي والحجر الصحي والعزل وتعقيم اليدين كانت كلهما مطبقة قبل فرض استخدام الكمامة في إيطاليا ومدينة نيويورك، وقالوا أن تلك الإجراءات تساعد فحسب في تقليل انتقال الفيروس عبر الاتصال المباشر، بينما تغطية الوجه تساعد في منع انتقال العدوى عبر الهواء. وقالوا أيضا الوظيفة التي تنفرد بها تغطية الوجه من منع الرذاذ واستنشاق الجسيمات التي تحمل الفيروس في الجو هي سبب انخفاض الكبير في حالات العدوى. ومع حساسية الحليب وأخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة فريد. صباح الخير أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذة فاطمة، وبنسمع عنك أكثر اليوم عن موضوعنا حساسية الحليب. حبيت اليوم بس نفرق بين أنواع حساسية الحليب، يعني في ناس يكون عندهم اشتباهات أو مفاهيم خاطئة. في شيء اسمه حساسية الحليب، وفي حساسية اللاكتوز أو صعوبة في هضم اللاكتوز اللي هو سكر الحليب الموجود في الحليب ومشتقاته. صحيح. فأولا حساسية الحليب عادة تكون من حليب الأبقار أو حتى مثلا حليب الأغنام وغيره، بس هي تكون الحساسية ردة فعل الجهاز المناعي،
وهي ضد بروتين الحليب، البروتينات الموجودة في الحليب. فردة فعلها ممكن تتراوح منها تكون خفيفة إلى حادة، ردات الفعل، وعادة نشوفها في الأطفال أكثر عن الكبار، وأكثر والمتطلب فيها الحالة أنه الامتناع عن تناول الحليب وجميع مشتقات الحليب، بالإضافة إلى قراءة المكونات الأغذية اللي نحن نشتريها. نعم. ما يكون فيها أنواع البروتين الحليب، مش بس الحليب، يعني مرات يكون فيها أشياء ممكن مكونات ممكن ما ننتبه لها، مثل الكازيين اللي هو بروتين الحليب، مصل الحليب، مسحوق البروتين، أو مثلا نكهة الجبنة الصناعية أو نكهة، هاي كلها يكون فيها مشتقات من الحليب أو من بروتين الحليب بيكون فيها. فالناس اللي تعاني من حساسية الحليب المفروض أنهم يقرون المكونات الأغذية اللي يتناولونها، ويبتعدون عن جميع مصادر الحليب اللي تسبب لهم اللي ممكن تسبب لهم ردات فعل يعني حساسية. أوكي. نعم. وعندنا بعد النوع الثاني اللي هو حساسية اللاكتوز أو صعوبة في هضم اللاكتوز، عشان جسمنا ما يفرز الانزيم اللاكتيز اللي هو بيهضم او يحلل اللاكتوز اللي هو سكر الحليب. فعادة مع الاشخاص اللي يعانون من صعوبة في هضم اللاكتوز، ممكن الروب مثلا والزبادي ولا الجبن يتقبلونه اكثر، لانه اوريدي لان السكر الحليب يكون تقريبا من يعني اوريدي متحلل، يعني ما يحتاج ان يحتاجون الانزيم عشان يحللون سكر الحليب. ففي هالحاله انهم يتجهون الى حليب خالي من اللاكتوز بعد متوفر، او انواع ثانيه من الحليب اللي هي مثلا حليب الصويا، حليب جوز الهند، اللوز، حليب الشوفان. واذا حب الشخص مثلا انه يبتعد عن مصادر الحليب بشكل يعني كامل، ممكن طبعا انهم يعوضون نقص الفيتامين دي او الكالسيوم اللي موجود في الحليب من انواع ثانيه، مصادر غذائيه ثانيه مثل السمك والبقوليات، البروكلي، مثل الخضروات الورقيه مثلا، واللوز والشوفان وغيرها من الاطعمه. ففي في في طرق ثانيه ان احنا اذا حب الشخص يعني مثلا ما يحب انه يتجه لاي انواع من المنتجات الالبان، مثلا حتى الروب حتى لو ما يسبب له مشاكل، بس حب انه يبتعد عنه، فممكن ممكن انه يتجه لمصادر ثانيه. نعم. أستاذة فاطمة فريد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا. Thank you. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل نذكركم بالاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي، الخدمات المتميزة الحقيقة، مثل خدمة طبيب لكل مواطن، وخدمة دوائي، وخدمة أيضا الواتساب، وأيضا تحت عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان. بإمكانكم مستمعينا الأعزاء الاستفادة من جميع هاي الخدمات عن طريق الرقم أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. بناخذ معاكم مستمعينا الأعزاء فاصل، وبعد الفاصل بتكون معانا إن شاء الله اليوم الدكتورة وديعة شريف، مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي. بنتكلم معاها عن أن الهيئة بتفتح باب التسجيل لبرنامج الزمالة الصحية، فخلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج مستمعين الأعزاء نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
مستمعين الأعزاء، مستمعين الأعزاء عفوا، تعتزم هيئة الصحة بدبي خلال الأيام القليلة القادمة بفتح باب تسجيل واستقبال طلبات الأطباء المواطنين المبتعثين من القطاعات الصحية المعتمدة في الدولة لإتمام متطلبات تدريب برنامج الزمالة بهيئة الصحة بدبي. للحديث عن هذا الموضوع مستمعين الأعزاء يشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة وديعة صباح الخير. صباح النور، حياك الله أخ عبد الله، مرحبا بك. الله يحييك دكتورة، نحن سعيدين جدا بأنك تكونين معنا اليوم، وأيضا نحن قبل أسبوع تحدثنا معك عن موضوع آخر الحقيقة معني بموضوع التعليم المستمر، وكان حديثنا معك عن هيئة الصحة بدبي فتحت باب التسجيل للطلبة خريجي الثانوية العامة للاستفادة من البرامج المختلفة والبعثات والمنح الدراسية. اليوم دكتورة عن موضوع أيضا لبرنامج الزمالة، وطبعا أنا متأكد أن يعني الإدارة العليا في هيئة الصحة بدبي حريصة جدا، وأنتم أيضا موضوع التعليم المستمر يعني جانب حيوي وجانب مهم، مثل يعني مؤسسة هيئة الصحة بدبي يعني مؤسسة حيوية وتعني يعني صحة الإنسان وأيضا سعادة الإنسان. دكتورة الحقيقة لو نعرف فكرة عامة عن هذا البرنامج. نعم، شكرا أخ عبد الله. مثل ما تفضلت، يمكن إحنا الحين على اعتبار إن شاء الله يعني مقبلين على سنة أكاديمية جديدة إن شاء الله بإذن الله، فإحنا من إدارة التعليم الطبي والأبحاث راح نطرح عدة برامج، يعني وهذه طبعا هي بالدرجة الأولى في تخصصات طبية مهنية، وكذلك للكادر المساند، الفئة الطبية المساندة والتمريض. نعم، الأسبوع الماضي إحنا تكلمنا عن برنامج طب وعلوم، وطبعا الحمد لله الإقبال جدا كبير من يوم الأحد، وراح إن شاء الله مجرد ما إحنا نسكر يعني باب التسجيل راح نفرز الأوراق، وبإذن الله بيبدون بيعرفون، بيكون عندهم مقابلات وبتوثق لهم طبعا عن طريق الإيميل كل الناس اللي هم مفروض يكونون للمقابلات الشخصية بإذن الله. اليوم راح نتكلم عن برنامج جديد، يعني البرنامج هذا هو بالعادة برنامج الزمالة، ويمكن لأول مرة نتكلم فيه عن من خلال منبركم، ونعلن عن فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة. وصراحة هيئة الصحة بدبي في الفترة الماضية يعني ما قصرت في جماعة البرامج الطبية المختلفة بما فيها الزمالة، لكن لأول مرة راح نفتح الباب وتتيح هيئة الصحة بدبي برامج الزمالة للراغبين حتى من الأطباء المواطنين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة في الدولة، يعني حتى من خارج هيئة الصحة بدبي، أي طبيب مثلا يرغب أن يكمل دراسته في الزمالة فممكن يتوجه لنا، ومن طريق الجهة الحكومية اللي هو أوريدي شقافية، ويعني يقدم على طلبات وراح ناخذه. طبعا البرنامج هذا كنت أتكلم عنه شيء بنبدأ بسيطة، هو عبارة عن برنامج تدريبي علمي وعملي في نفس الوقت. طبعا من العادة احنا عندنا نسميه برامج الزمالة، ان هذه طبعا الاطباء هم اوريدي ماخذين شهادات، فرضا مثلا يعني ممكن انا يعني نوضحها اكثر للساده المستمعين، احنا عندنا مثل ما للطبيب او الشخص مجرد ما يتخرج من الثانويه العامه يلتحق مثلا في كليات الطبيه، عقب ما يتخرج منها يكون تحصل على بكالوريوس طب وجراحه، من عقبه يسوي سنه امتياز وبعدين يتخصص في برامج التخصصية المختلفة سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، يعني بتعد حتى على حسب الهيئة ممكن خارج الدولة. فبعد ما يخلصون التخصصات المختلفة، وبالعادة يعني تكون هم يعني يحصلون على شهادات، يعني تخرجون بشهادات البوردات، يعني البورد سواء شو ما يكون البورد حسب الدولة اللي هو مبتعث لها أو داخل الدولة، بعد نفس الشيء عندنا بوردات مختلفة. طبعا بعد الحصول على هذا البورد بعدين احنا عندنا برامج تخصصية اللي هي الزمالة اللي راح نتكلم عنها، فهذه ما فوق التخصصية، يعني بعد ما يتخصص الطبيب بعدين عندنا برامج احنا نسميها السب سبيشاليتي اللي هي ما فوق التخصصية في كل تخصص موجود فيه. فهذه المرحلة، يعني بس حبيت أوضح إن هي المرحلة هني اللي احنا نتكلم عنها اليوم. نعم، وأيضا دكتورة يعني عفوا المقاطعة دكتورة، الفكرة الجميلة يعني في البرنامج مثل ما ذكرتي بأن اليوم توجه هيئة الصحة بدبي إلى التخصصية، فهاي البرامج يعني من خلال حديثك دكتورة بالأمس عن موضوع الطلبة المبتعثين أو الطلبة الثانوية عامة فتح المجال لهم، واليوم أيضا عن موضوع الزمالة، فالبرامج هاي دائما يعني تعطي المجال على نفس يعني استراتيجية الحكومة استراتيجية هيئة الصحة بموضوع
التخصصات يعني السب سبيشاليتي مثل ما ذكرتيها، فهذا دكتورة طبعا يعطي انطباع جميل ويعطي أيضا يعني فرصة للطبيب بأن يعني هناك في برنامج مثل هذا البرنامج يدعمه، وهناك أيضا إدارة تدعم التوجه هذا التوجه التخصصي. صحيح بالضبط مثل ما تفضلت، يعني حتى بالإضافة أنه يتخصص بتخصصات فرعية مهنية، يعني تحت كل مثلا خلينا نقول إذا عدنا الباطنية فعدنا فيها تخصصات دقيقة. فإحنا فعلا اليوم توجهات الهيئة والدولة بشكل عام أن احنا محتاجين تخصصات مهنية فرعية تخصصية في كل حتى في مجال تخصص الكبير اللي هو مثلا يعني بالنسبة لنا مثلا احنا عدنا الباطنية ولا الأطفال ولا الجراحة ترى تخصصات عامة كبيرة. صحيح. فمحتاجين فيها تخصصات دقيقة بحيث انه يعني الطبيب يكون حاصل على شهاده مهنيه اهله انه يكون يعني اخصائي وعلى مستوى عالي، يعني هذا حتى باهله انه يكون باكر ان شاء الله في القريب العاجل يكون استشاري درجه الاستشاري ان شاء الله. صحيح نعم تفضل. نعم أيضا دكتورة طبعا يعني البرامج دائما تتيح هناك الفرص يعني للأطباء بخصوص يعني تحديد التخصصات، لو نتكلم معاك دكتورة عن التخصصات المتاحة في هذا البرنامج. نعم طبعا هيئة الصحة معتمدة من عدة جهات الاعتماد لبرامج الزمالة، فجهة الاعتماد اللي عندنا حاليا المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وكذلك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك الكلية الإيرلندية للممارسين الصحيين. طبعا البرامج الزمالة المتوفرة حاليا واللي تم اعتمادها من هذه الجهات عندنا زمالة أمراض القلب، وطبعا مدة التدريب فيها لمدة 3 سنوات، عندنا زمالة أمراض الجهاز الهضمي وكذلك مدة التدريب فيها 3 سنوات، عندنا زمالة أمراض الدم ومدة هاي يمكن قد تكون أمراض الدم والأمراض الصدرية، هذه مدة التدريب فيها فقط 2 سنين. بالإضافة اللي عندنا بعد زمالة الحالات المركزة يعني للأطفال الخدج في العناية المركزة، وهاي بعد نفس الشيء مدة التدريب فيها 2 سنين. بالإضافة للأخيرة اللي هي عندنا زمالة صحة الأمومة والطفولة، طبعا هاي معتمدة من الكلية الإيرلندية ومدة التدريب فيها 1 سنة تدريبية كاملة، فحتى هذه خلال هالفترة ممكن الطلبة يبتعثون فيها لإيرلندا عشان أو الأطباء بالأحرى يتعرفون على الممارسات الصحية اللي موجودة هناك عشان يعني نزيد من كفاءتهم وجودة العمل، وبالتالي يعني يطرشون لنا مثلاً الخبرات اللي موجودة هناك ويعززون الثقافة وكذلك الممارسات المهنية الموجودة عندنا في الهيئة. فهي حالياً عبارة عن 6 زمالات 6 برامج للزمالة موجودة حالياً، وراح إن شاء الله يعني نتوسع فيها بإذن الله على برامج مختلفة على السنوات الأكاديمية القادمة إن شاء الله. نعم طبعاً دكتورة يعني الحقيقة يعني تخصصات جميعة يعني جميلة جداً ومتفرعة، وهذا هو طبعاً أكيد أنتوا يعني حطيتوا وخططتوا حق البرامج هاي أخذت بعين الاعتبار يعني حاجة الناس اليوم الدكتورة، الكل يبحث بالتخصصية والكل يبحث بأن يعني وين الطبيب المتخصص في المجال المتخصص، فأكيد يعني دكتورة نشكركم على هاي المبادرة الجميلة. دكتورة لو نتحدث معاك عن آلية التسجيل والفترة الزمنية المتاحة أيضا للتسجيل. نعم وطبعا بالدرجة الأولى عن طريق حساب هيئة الصحة بدبي والموقع الرسمي، مجرد ما يدخلون على الموقع بيلاقون فيه أن إدارة التعليم الطبي والأبحاث، وهناك نذكر فيها عدة برامج، برنامج الزمالة موجود في النموذج إن شاء الله، راح طبعا هذا كله بيكون أردي موجود في السيستم إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله، وراح نعلن عنه رسميا عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة وكذلك على حسب هو على الموقع الإلكتروني. فمن الأسبوع القادم من يوم الأحد إن شاء الله أردي بيكون النموذج متوفر، فمجرد ما يدخلون على الموقع يعبون النموذج طلب التقديم، بالإضافة طبعا لبعض المستندات المطلوبة مذكورة إن شاء الله بيكون هناك في الموقع. طبعا بيتم فرز طلبات بعد ذلك، يعني هو طبعا احنا راح نعلن عن فتح باب التسجيل وهو بيكون من الاسبوع القادم مثل ما قلنا يوم الاحد 21/6 لين 11/7 على مدى 3 أسابيع ان شاء الله، وراح يتم الاعلان عن نتائج يعني مدى القبول عبر موقع الهيئه ومواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا بعد ما ناخذ الاوراق وبعد ما ناخذ الطلبات راح يتم فرز الطلبات، والمفاضله بتكون ان شاء الله على حسب المعايير المعتمده، وبالتالي نعتمد على المقابله الشخصيه وعلى ان يتم الاعلان عن المرشحين ان شاء الله في شهر
8 لبدء التدريب في شهر 9 إن شاء الله. صحيح دكتورة. طبعا أنت ذكرتي بأن البرنامج هذا لا يختصر فقط على يعني أطباء هيئة الصحة بدبي، أيضا أنتم مشكورين، يعني الباب أيضا مفتوح لباقي يعني الأطباء في المؤسسات الأخرى، فطبعا هذا أكيد بيكون الكل يرغب. إذا أنا طبيب صراحة برغب أني أقدم على هذا البرنامج الجميل. طبعا أكيد هناك دكتورة في معايير وشروط، لو تكلمينا عن معايير وشروط الالتحاق في هذا البرنامج. نعم، احنا حاليا المعايير والشروط اللي حطيناها تقتصر على مواطني دولة الامارات، على اعتبار ان الجهات الحكومية او المؤسسات الحكومية اللي موجودة الصحية في الدولة احنا بين مذكرات تفاهم وفي شراكات قائمة حاليا، فبالتالي احنا ممكن ناخذهم يعني الموظفين الموجودين في هالمؤسسات ونعاملهم نفس معاملة الموظفين هيئة الصحة بالبيت، بالاضافة ان ما يقل تقييم الطبيب عن جيد جدا اخر تقييم له على الاقل يعني، وكذلك حاصل يكون على شهادة الاختصاص، يعني مثلا لازم يكون حاصل على شهادة البورد من أي جهة معتمدة سواء كانت من المجلس العربي أو الهيئة السعودية أو ما يعادله، يعني حتى بالنسبة لطلبة المبتعثين أو الأطباء المبتعثين الحاصلين على البوردات الأجنبية مثل البورد الكندي أو البورد الأمريكي، كذلك يعني يكون في نفس الليفل. وطبعا بعدين في شوية متطلبات يعني ممكن قد يلاقونها المستندات اللي هم يحتاجون ان يقدمون عليها، بيلاقونها ان شاء الله في الموقع بإذن الله راح نعلن عنها. نعم دكتورة وديعة، كلمة أخيرة أو نصيحة تحبين توجهينها الحقيقة لسواء يعني حديثنا كان معاك بالأمس عن يعني للطلبة الخريجين يعني أو حتى الأطباء للاستفادة من هاي الخدمات المتميزة اللي يعني أطلقتها هيئة الصحة بدبي عن يعني فتح باب التسجيل لبرامج الزمالة وأيضا الاستفادة من البعثات الدراسية للطلبة. نعم مثل ما تفضلت، هيئة الصحة اليوم في دبي أوردي وفرت عدة مسارات ومساقات للحصول على التخصصية المهنية. نعم. يعني المفروض إن يعني الكلمة اللي أحب أوجهها للأطباء إنه يعني ما نوقف عند سلم معين، وإحنا بحد ذاتنا كأطباء في يعني كايدنتيتي احنا المفروض دائما نواصل ونكون نسعى حول التعليم المستمر. فنصيحتي واذا في مجال يعني اذا في اي شيء هم محتاجين من عندنا احنا ممكن نسوي لهم نساعدهم، ممكن من خلال منبركم ممكن حتى نعلن عن البرامج التخصصيه وبرامج الزمالات المستقبليه احنا حاطين في بالنا نفتحها مثل الامراض المعديه، واحنا شفنا الفتره الاخيره كيف الجائحه كانت يعني في حاجه ماسه لهذا التخصص او للزماله. نعم. كذلك راح نفتح ان شاء الله زمالة الطب النفسي للأطفال لأن شفنا فيها فعلا حاجة فعلية في المجتمع، بالإضافة إلى زمالة السكري والغدد الصماء. فإذا في أي حد من الأطباء مثلا سواء الموجودين على يعني في عدة مؤسسات حكومية على مستوى الدولة، إذا أي حد يرتقي مثلا بيتخصص في أي زمالة أو أي برنامج مش أوريدي إحنا يعني ذاكرين عندنا، فممكن يتوجه لنا حتى لو عن طريق قنوات التواصل والاقتراحات يذكر لنا هالبرنامج وإحنا ندرسه إن شاء الله ورح نفتح باب التسجيل فيه ونسهل يعني مهام الدراسة فيها. يعني يا ريت لو التوجه الجميع يكون إن شاء الله للتخصصية المهنية بإذن الله. نعم دكتورة وديعة الشريف، مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك الحقيقة، شكرا لجهودكم وشكرا يعني لي أيضا يعني الفرص الجميلة هاي اللي تم يعني فتحها للطلبة وللدكاترة الاستفادة من البرامج اللي يعني فيها دائما برنامج التعليم المستمر في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر تقدير دكتورة. شكرا لكم، مشكورة ما قصرتم. الله يحييك دكتورة وديعة، شكرا. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بيكون عندنا موضوع أيضا عن خدمات عيادات طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وأيضا بيكون معانا دكتور مازن الشراري أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة الصحي، فخلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء ومن خلال هذا البرنامج للتواصل معنا ونستقبل آراءكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414 وعبر
الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. خدمات عيادات طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي تعتبر عيادات طب الأسرة المنتشرة بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي من العيادات المتميزة التي تقدم خدمات متعددة للمرضى والمراجعين بشكل عام وفقا لأفضل البروتوكولات العالمية والممارسات في هذا المجال. الحديث عن هذا عن هذه العيادات والخدمات التي تقدمها للمرضى يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور مازن الشرايري أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتور مازن صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك دكتور. دكتور، في البداية نتحدث معك عن تخصص طب الأسرة بشكل عام وأهمية هذا التخصص في المنشآت الصحية. طبعا أخي كما تعلم أنه طب الأسرة هو أساس النظام الصحي بكل العالم. نعم. طبعا هو مفتاح الرعاية الصحية الشاملة. معظم بلدان العالم الآن ويوم بعد يوم تزداد أهمية هذا التخصص في العالم. ليش؟ لأنه الاهتمام بتخصص طب العائلة يأتي في إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية. صحيح. اللي شو كان اللي هو شو هدفها؟ اللي هو هدفها الصحة للجميع، حيث أن هذا التخصص هو البداية الرئيسية اللي يدخل فيها المواطن لكل الخدمات الطبية. صحيح. من هنا تكمن أهمية هذا الاختصاص. وأيضا دكتور، يعني مثل ما أنت تفضلت بأن تخصص طب الأسرة ويعني الخدمات طب الأسرة يعني تقي الناس وأفراد المجتمع من الأمراض ومن المضاعفات اللي إذا كان يعني مثلا الشخص عنده يعني بداية حالة مرضية بسيطة في مراجعة لطبيب الأسرة وأخذ للعلاجات البدائية، يعني تقي هذا الشخص من المضاعفات المستقبلية للمرض إذا كانت هناك طبعا مضاعفات في بعض الأمراض. نعم بالتأكيد. نعم دكتور، لو نتحدث معك عن الفرق بين الطبيب العام وطبيب الأسرة. يا سيدي، الطبيب العام هو الحاصل فقط على شهادة البكالوريوس في الطب، لكنه استمر في ممارسة المهنة لسنوات عديدة بدون أن يتخصص في أحد فروع الطب العديدة. نعم. لكن لديه خبرة في معالجة جميع الأمراض بشكل عام ولكن بدون شهادة اختصاص. لكن طبيب العائلة اللي هو سموه الفاميلي ميديسن. نعم. هو طبيب حاصل على شهادة تخصص مدتها على الأقل 4 سنوات في حق الطب العام. صحيح. هذا الفرق. إذن الطبيب العام لم يحصل على اختصاص لكنه مارس مهنة الطب بشكل عام وبدون شهادة تخصص. طبيب العائلة هو اختصاصي مثل أي اختصاصي، مثل اختصاص الباطنية، مثل اختصاص النسائي التوليد، حاصل على شهادة اختصاص مدتها على الأقل 4 سنوات. طبيب الأسرة بالفرق عن الطبيب العام أنه بينظر إلى المريض بنظرة شمولية أكبر من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية. صحيح. صحيح. وبتابع نفس المريض في أغلب الأحيان، يعني بتلاقي المريض بسجل عند دكتور مازن وبعد أسبوعين برجع عند دكتور مازن وبشوفه، فبالتالي هو على اتصال دائم مع طبيبه، وبالتالي بتكون هناك علاقة ثقة بين الطرفين. نعم. وهذا بسهل مهامنا. صحيح. وأيضا هذا دكتور الجانب المهم والجانب الحيوي اللي تفضلت فيه بأن هناك في علاقة مستمرة بين الطبيب الأسرة والشخص، يعني على أساس أن نعم. نحن أو الشخص هذا يتجنب يعني الأمور الثانية المضاعفات الثانية، فيكون مثل ما ذكرت دكتور الجانب أيضا اللي أنا حبيته وسمعته منك بأن الطبيب الأسرة يعني ياخذ موضوع الشخص هذا اللي عنده من جميع الجوانب، الجانب يعني مثلا الغذائي يمكن أيضا يستفيد من الشخص، الجانب النفسي وأيضا الجانب العلاجي. نعم نعم، يعني خلاص بتصير هناك أخي علاقة ثقة بين الطبيب وبين المريض تبعه. خلاص بضل له هو يتابع عند دكتوره اللي هو اختصاصي طب الأسرة واللي بيعرف حتى أدق تفاصيل حياته، فبتلاقي حتى يعني هو اجتماعيا ونفسيا متعاون معه وبيعرف عنه وفي علاقة حميمة بيناتهم، فبصير هنا كل شيء سهل. صحيح. مشان هيك هذا التخصص من أهم الاختصاصات في العالم زي ما حكيت لك، لأنه هو أساس النظام الصحي وهو مفتاح الرعاية الصحية الشاملة في العالم. نعم
دكتور، لو نحب نسمع منك أكثر عن الخدمات التي تقدمها عيادات طب الأسرة للمرضى في هيئة الصحة بدبي. طبعا هيئة الصحة بدبي مثل ما تعرف الدكتور أن يعني العيادات طب الأسرة ومراكز الرعاية الصحية الأولية منتشرة في جميع المناطق، لو تكلمنا في هذا الجانب عن الخدمات المتميزة اللي تقدمها عيادات طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. صحيح، مراكز الطب العائلي في دبي التابعة لهيئة الصحة بتقدم خدمات جليلة للمرضى وللمواطنين. نعم. تعرف بتأمن عيادات طب الأسرة خدمات صحية، ومش بس خدمات صحية، وخدمات وقائية لجميع الفئات العمرية. نعم. يعني من اليوم من اللي عمره يوم لحد المسن صحيح في العمر. بيهتم طب العائلة بصحة الإنسان بشكل عام وبجميع مراحل حياته العمرية. عندنا مثلا في عيادات صحة الطفل وعيادات اللقاحات بالنسبة للأطفال، وعندنا علاج أمراض الأطفال، وكذلك عندنا عيادات الكبار اللي هي تشمل علاج وتشخيص الأمراض الحادة والمزمنة، وعندنا كمان خدمات عيادات المسافرين حيث نقدم النصائح والإرشادات للسفر وتقديم اللقاحات ما قبل السفر، عندنا عيادات الحوامل واهتمام بالحوامل، وعندنا عيادات النسائية كمان، وعندنا عيادات الطب الوقائي، وعندنا عيادات التغذية والحمية. نعم. عندنا عيادات الامتناع عن التدخين، وعندنا عيادات الكشف المبكر عن السرطان من حيث الفحوص المخبرية والشعاعية، وعندنا عيادات اختصاص كمان تلحق بعيادات طب الأسرة. يعني معظم المراكز عندنا فيها تلاقي عيادات للعيون، طب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلدية، عندنا كمان عيادات المسنين، عندنا عيادات أمراض الشيخوخة، عندنا عيادات الأسنان. فبتشوف إنه كل شيء موجود في عيادات هيئة الصحة. نعم. في عيادات الرعاية الصحية يعني أول. أغلب التخصصات يعني دكتور. نعم. نعم أغلب التخصصات موجودة عندنا. طبعا الحجر الأساس تبع هو طبيب الأسرة الفاميلي، لكن ملحق معنا عيادات حتى نسهل على المواطنين ونقدم أفضل الخدمات الطبية بمعايير دولية. نعم، وأيضا دكتور يعني دور طبيب الأسرة مثل ما تفضلت أن دوره مهم وحيوي، لو نتحدث في هذا الجانب دكتور يعني عن يعني الدور والجهود اللي يقوم بها طبيب الأسرة للتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف الأمراض. مثل ما تعرف دكتور اليوم يعني دور طبيب الأسرة غير يعني أن الطبيب أيضا هناك دور آخر يقوم به بالجانب التوعوي المجتمعي بمختلف الأمراض، لو نتكلم أيضا في هذا الجانب. طبعا بالتأكيد طبيب العائلة بيركز على أهمية الالتزام بالتوجيهات والاحتياطات والإرشادات اللي بتحددها الجهات الصحية في الدولة. نعم. طبعا الهدف منها هي إيش؟ الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها. تكمن طبعا يعني أنت كمان بتشاركني في هذا الكلام إنه بتكمن أهمية التثقيف الصحي للوقاية من الأمراض الحادة والمزمنة. أكيد. تكمن برامج بتقدمها هيئة الصحة ضمن برامج ومبادرات متنوعة تطلقها الهيئة دائما. من خلال إيش؟ من خلال تعزيز الوعي المجتمعي في محاربة وخفض معدل الأمراض والوفيات مثل مكافحة السرطانات، السكري، أمراض الضغط، صحيح، أمراض القلب، السمنة. كلها هاي الجهود هاي كلها بتكون إيش؟ هاي الجهود الرامية إلى زيادة الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع حول أهمية إجراء تغييرات جذرية. لازم نعمل إجراءات تغيير أهمية إجراء تغييرات جذرية على نمط الحياة الصحية. صحيح. وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض. فمن هون بتركز على الدور والجهود اللي بيقوم بها طبيب الأسرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف الأمراض. نعم، وأيضا هذا دكتور مثل ما تفضلت بأن يعني بعض الناس اللي عندهم أمراض مزمنة على سبيل المثال أمراض الضغط أو أمراض يعني الأمراض المختلفة في الكلى أو حتى يعني أمراض السكري، مثل هاي الأمراض المزمنة تحتاج إلى يعني وعي مجتمعي. الشخص لابد أنه يكون على وعي كامل على أساس أنه يدير الحالة المرضية بشكل ذاتي، ويصبح الطبيب أو الطاقم الطبي هو الداعم لهذا الشخص بحيث أنه يستطيع هذا الإنسان أن يدير الحالة المرضية بشكل ذاتي. وهنا طبعا يعني يأتي دور يعني المراكز الرعاية الصحية الأولية، ومثل ما ذكرت أنت يعني دور طبيب الأسرة بيكون حيوي أيضا ودور كبير جدا في هذا الجانب دكتور.
بالضبط، لأنه إحنا قلنا لك إنه الطبيب العائلة بيهتم مش بس بالصحة، في كل الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي للمريض تبعه. صحيح. فبتلاقي هناك علاقة بيناتهم، علاقة قوية، بحيث أنه هو المريض يعني دائما بيأخذ كل توجيهاته وإرشاداته من طبيب العائلة. صحيح. نعم دكتور، نصيحة عامة تحب توجهها لأفراد المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي الحقيقة يمر بها العالم حاليا مع الكوفيد 19؟ بالتأكيد طبعا، احنا تعرف الآن احنا في جائحة الكورونا اللي مجتاح العالم، ان هون هيئة الصحة شددت على أهمية الدور الملقى على الأسرة والمجتمع أول إشي في تعزيز الوعي الصحي وتطبيق الإجراءات والإرشادات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس. صحيح. عشان هيك احنا نقول يجب التقيد بتطبيق الإرشادات الصحية لدى كل أفراد العائلة. يعني احنا لازم نبدأ من في الوقاية من الفيروس، لازم نبدأ من العائلة وثم ننطلق للمجتمع. لازم نشدد على العائلة، لازم نرشدهم ونوعيهم، نحكي لهم على أنه لازم مثلا مثال نظافة الأطفال أو النظافة الشخصية بشكل عام لازم تصبح سلوك. صحيح. ونمط حياة يومي، مش بس لأنه والله عندنا حاليا فيروس مجتاح العالم، لا، إحنا منركز على أنه الوقاية والنظافة تكون سلوك ونمط حياة يومي. فمشان هيك إحنا منأكد على التجديد على أهمية تعليم الأطفال وتعليم العائلة كلها. صحيح. والتجديد على موضوع النظافة الشخصية وتدريبهم على الطرق الصحيحة للوقاية من الأمراض. أهم شيء إحنا بنحكي دائما حتى لحد من هذا الانتشار إن نركز على موضوع العائلة، نبدأ بالعائلة، عائلتنا، نبدأ بأنفسنا، بالمساعدين اللي عندنا، بالخدمة اللي عندنا، كيف نعلمهم إنهم يكونوا يعني طرق الوقاية عندهم صحيحة. بدءاً من لما ندخل على المنزل أي شيء، حتى نجيب معنا أكياس من الجمعية أو كذا، من هون من هذه النقطة يجب أن يعني تبدأ النظافة عندنا، حتى نحافظ على أنفسنا، حتى نحافظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة في المنزل. فبالتالي هي كلها بتخفف وبتقلل من إصابة الفيروس لنا. إذا التجديد على السلوك ونمط الحياة تبعنا لازم يتغير، لازم نشدد على كل شيء، نشدد على النظافة، نعلم بعضنا، نثقف بعضنا، نستمع للإرشادات الصحية اللي بتحكيها الدولة أو هيئة الصحة. فهذا كله حجر الأساس في مكافحة الفيروس. نعم دكتور مازن، سعيدين جدا الحقيقة بالحديث معك. مستمعينا الأعزاء، كان معنا الدكتور مازن الشرايري، أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا دكتور. العفو، الله يسعدك. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. كل الشكر والتقدير، وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.